بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا، اهلا وسهلا حضرتك. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي برحمان، وكابتن احمد. اهلا بيك كابتن منور. خلينا في البدايه نقول مبروك للنادي الاهلي على الفوز وعلى الثلاث نقاط، وحظ اوفر لنادي المريخ. كابتن ايمن، للمره الرابعه والخامسه هقول عدم وجود تقنيه الفار في هذه المباراه قد يتسبب في اخطاء تحكيميه صحيح تؤثر في صعود او على تسلم الترتيب. عندنا مشكله للمره الثانيه بتحصل كابتن اسامه. انا بس هروح لماتش الاهلي والهلال. نفس الشيء، ما كانش فيه تقنيه الفار وكان الحكم رضوان جايد. المباراه دي لسه الاسبوع اللي فات، لما يبقى في حارس المرمى بيطلع خارج منطقه الجزاء وبيرتكب مخالفه لمس الكره باليد صح مع لاعب النادي الاهلي اللي هو كان على التسديد من مره واحده، مش حد يا كابتن عادل موجود خالص، والحكم ما يحسبش، ولا المساعد الاقرب يحسب، ولا الحكم الرابع، ولا المساعد، محدش شاف الحاله. حاله طرد مباشره في مباراه الهلال للاسف الشديد رضوان جيد لم يشاهدها، وبالتالي انا شايف ان دي كانت خطا مؤسف جدا. دي حاجه.